المدارس الكاثوليكية في مصر ليها تاريخ قديم جداً وبدأت مع مؤسسات كبيرة زي الجزويت والكولاج والرهبانيات المختلفة اللي ممكن تسمعوا عنها. كلها كان هدفها حاجة واحدة بس، تكوين إنسان سوي يخدم المجتمع. مدارس الراهبات بدأت في مصر سنة 1847 بمدرسة القديس يوسف في منطقة الخروم في الظاهر بالقاهرة. تاني مدرسة كانت في وسط القاهرة مدارس الفرير سنة 1888. حالياً في جميع أنحاء الجمهورية في حوالي أكتر من 170 مدرسة راهبات. احنا السنة دي بنحتفل ب 110 سنة في مدرسة القديسة أمنة. تأسست 1909 لما جم الرهبات، رهبة المحبة البيزنسون، جم من فرنسا. كانت طلبتهم الكنيسة لعمل خدمة هنا في حي الظاهر. نعتبر كل البنات اللي دخلوا هم بناتنا، فالبنات بيحسوا بده، بيحسوا انه احنا قد ايه بنحبهم وبنحترمهم ومعاهم بنكبر كمان، يعني هم بيكبروا واحنا كمان بنكبر معاهم في التكوين ده. محور رسالة الراهبات تعليم فائق الجودة، حزم وانضباط، أكبر قدر من الإفادة للأبناء ليقدروا أن يخدموا المجتمع بأكبر فائدة ممكنة. أسرتي اختارت مدرسة كاثوليكية أتعلم فيها. كان الموضوع في الأول بسيط، يعني لأن كانت أنا تاني تجربة بالنسبة لأهلي. أول تجربة كانت مع أختي، أختي خريجة المدرسة هنا، فرق ما بيننا كمان سنين كبيرة، بس ما كانش قلق قوي يعني بالنسبة لماما إن هي تدخلني وكده، لأن هي كانت مطمنه، لان هي عارفه ان المدرسه ما كانتش بتهتم بس بالدراسه على قد ما كانت بتهتم بالحاجات التانيه كانشطه، دي اول حاجه، وباقي الحاجات مثلا كاخلاقيا واتيكات بما اننا بنات يعني، والحاجات دي بتبقى مفيده قوي للحياه قدام. المدرسه بتشتغل على كل دوت من واحنا صغيرين خالص. الالتزام عندنا ده حاجه مهمه جدا كمواعيد كيونيفورم المدرسة. جانا تلميذة في الثالثة ثانوي، هي دفعة تقريبا حوالي 65 بنت. علاقتي بجانا هي علاقتي بال 65 بنت، لأن هم كلهم بناتي وكلهم بنات المدرسة دي، فأنا بكون فخورة إني بساهم ولو بجزء بسيط في تكوين المجموعة دي. أستاذة سناء علاقتي بيها كانت قريبة قوي، بتقول لنا جملة: المدرسة بيتكم التاني. احنا دايما بنحس بالجملة دي اكتر ما بنسمعها. بالنسبة لنا بنبقى حابين ان احنا نيجي عشان نبقى قاعدين مع بعض في المدرسة. المدرسة ما بتبعدناش عنها، بالعكس هي فعلا بيتنا التاني. الكاتب العالمي نجيب محفوظ قال في روايته الشحاذ عن وصف الفتيات اللي هم بيتخرجوا من مدارس الراهبات تعبير صادق، قال ان هم بيكونوا شخصية فاتنة مهذبة بكل معنى الكلمة، تمتاز بالحكمة والتدبير، قوة دافعة في العمل لا تتوانى، تخدم المجتمع بكل حكمة وبكل جهد وإخلاص. فده كان تعبير صادق فعلاً عن المنتج اللي بتقدمه مدارس الراهبات في مصر بعين أديب وفيلسوف عالمي. أنت بتدخل المدرسة، بس دخلت باب المدرسة مفيش حاجة اسمها مسيح ومسلم، انت هنا بالنسبة لي انسان، انا بعاملك كانسان.